وزير الخارجية الفرنسي يصل الجزائر، جان إيف لودريان يصل الجزائر في محاولة منه لتحسين العلاقات مع الدولة الجزائرية والتي شهدت توترات دبلوماسية كبيرة للغاية جعلت من الدولة الجزائرية تقوم بسحب الممثل الدبلوماسي لها من الدولة الفرنسية. هذا الأمر بيدلل على قوة وأهمية الدولة الجزائرية في المنطقة وأن فرنسا بحاجة إلى الجزائر. أيضا يدلل على أنه حينما تحدث الرئيس تبون بقوة وقف شامخا أمام الانتهاكات الفرنسية في مجال الأحاديث الدبلوماسية والتي أتت من مانويل ماكرون والتي شكك فيها في تواجد أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. هذا الحديث الذي أغضب كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وقف معه ورئيس تبون موقف حازم وقام على الفور بتوجيه كل الانتقادات للرئيس ماكرون، بل إنه الدولة الجزائرية اتخذت عدد من القرارات من ضمنها عدم تحليق الطائرات الفرنسية العسكرية في الأجواء الجزائرية، وكانت لطمة قوية في وجه ماكرون الذي حاول أن يخفف من حدة تلك التصريحات ويتحدث عن أنها قد فهمت بالخطأ، وهو أمر يدلل على تراجع منه. الآن جان إيف لودريان يلهث وراء الجزائر ويحاول إحداث حالة من الصلح مع الدولة الجزائرية، وتحدث لوسائل الإعلام العالمية عن أهمية عودة العلاقات الجزائرية الفرنسية لطبيعتها وأن الدولة الفرنسية في حاجة إلى الجزائر، وأيضا أنهم سيناقشون أهمية العلاقة الجزائرية الفرنسية وأيضا مناقشة لعدد من الملفات الهامة التي تشغل بال كل من فرنسا والجزائر والمتعلقة بالقضايا الإقليمية في الوطن العربي والشرق الأوسط. لكن جان إيف لودريان هذا نعلم بأنه يسير على خطى ماكرون في الحقد للدولة الجزائرية وأيضا للدول العربية، وأن سياسة واستراتيجية ماكرون يبدو بأنها متخبطة بشكل كبير وأنه يسير بفرنسا إلى الهاوية. إلا أننا ندلل على أنه الآن الجزائر أصبحت مختلفة، الآن الجزائر تتحدث بندية